السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم صلاح حامد وبهالفيديو راح نستعرض اندرويد 5.0 لولي على جهاز ال LG G3 اولا خلينا نبلش في الماتيريال ديزاين الان الفكرة بالماتيريال ديزاين بشكل عام انه تم اعادة بناء نظام التشغيل بشكل كلي بحيث انه اصبح بيشتغل على نظام شيء شبيه باللايرز نوعا ما مثل كروت الشده المصفتين فوق بعض فالان في عندنا تركيز كبير على بشكل عام على انيميشنز ان كان لما تنتقل من تطبيق لتطبيق او لما تفتح تطبيق او لما بشكل عام تستعمل اي شيء في نظام التشغيل الطريقه اللي بتفاعل فيها النظام مع اي شيء انت بتقوم فيه بتكون بحركه سلسه وبشكل او بمظهر بيكون جميل بحيث انه ما في عندك اشي مثل ما انتم شايفين كل شيء بيطلع من مكان وبذهب الى مكان بيكون مبين التطبيق لما تسكره ايش الحركه اللي بتسكر التطبيق فاذا لاحظتوا الان التطبيق مباشره نزل للاسفل ومثلا في عندك تطبيقات بتظهر من نفس الايقونه ولما تخلص من التطبيق برضه بيروح لمكان معين ففكره انه لما تدخل على تطبيق معين يطلع لك من من العدم نوعا ما هاي نوعا ما الغوها في اندرويد 5 الان الفكره مثل ما انتم شايفين انه بشكل عام سلاسه نظام صارت اسرع وشكل النظام مع انه يعني من نوع نوعا ما من شكل الناس اللي شافوا ال جي جي 3 على سبيل المثال بنظام الكيت مش راح يفرق معهم بشكل كبير من اول نظره بحيث انه نفس اللانشر او واجهه المستخدم الخاصه بال جي ولكن هذا الموضوع راح تلاحظوه في كل جهاز ثاني فمثلا سامسونج راح تضيف الواجهه المستخدم الخاصه فيهم اللي هي اسمها التاتش ويز عندكم ال جي هون مثل ما انتم شايفين في عندنا واجهه الاوبتيمس يو اي نفس الشيء سوني تي سي وكل المصنعين الثانيين راح يكون في آه واجهه مستخدم فوق النظام نفسه اللي خاصة بالشركة وخاصة بنظام التشغيل اه تاعهم ولكن كل الواجهات المستخدمة هاي راح تكون مبنية بنفس لغة التصميم الخاصة بالماتيريال ديزاين والخاصة بنظام تشغيل اندرويد 5.0 لوليبوب بشكل عام اه خلينا نحكي عن بعض التحديثات الثانية في عنا النوتيفيكيشن سنتر اللي هو مثل ما لاحظتوا لما تنزلوا من الأعلى أول شيء أصبح الآن نظام النوتيفيكيشنز على شكل كاردز نوعا ما إيش في الكروت فلما ترفع الكروت اذا بتلاحظوا النوتيفيكيشنز بيصيروا ينزلوا تحت بعض بشكل نوعا ما منظم او منسق اكثر بحيث انه في عندك شيء فيجوال مبين انه وين النوتيفيكيشن بالضبط بتروح وكيف شكلها وكيف تتعامل انت معها وكيف تتفاعل هي مع اللمس طبعا في عندك نوتيفيكيشنز بامكانك انك توسعهم باصبعين ولما تضغط على اي نوتيفيكيشن تعطيك بالضبط اذا ضغطت ولازمت الضغط على تطبيق معين او نوتيفيكيشن معينه بتعطيك ايش التطبيق اللي مطلع هاي نوتيفيكيشن عشان في حاله مثلا في تطبيق بيضل يبعث لك نوتيفيكيشنز ومزعجك بنوع ما وما بدك اياه يبعث لك نوتيفيكيشنز بامكانك تشوف ايش هو ومباشره تطفي قدرته انه يعطيك النوتيفيكيشن هاي او ما يعطيك اياها كليا فالان لما احط عليها مثل ما شفتوا راحت من النوتيفيكيشن تري او من اعلى الجهاز راحت كل النوتيفيكيشنز اللي كانت جايتني من جوجل بلاي الان هذا بالنسبه لموضوع النوتيفيكيشنز ثانيا في عندنا شيء جديد بيتعلق بنظام او نمط اسمه الدونات نوت او عدم الازعاج هذا النظام بشكل عام غير عن اعدادات الصوت العاديه انك تحط تليفونك سايلنت او تحطه على الرجاج الان بامكانك انك تشغل هذا الاشي بثلاث سيتنجز رئيسية أولها اللي هي On والثانية priority ثالثا Off Off معناته أنه الوضع بيكون عادي فكل نوتوفيكيشنز وكل الأصوات ممكن تطلع على الجهاز بشكل طبيعي جدا الآن بإمكانك تحدد وقت معين أنك تخلي فيه كل التطبيقات ما تبعت لك نوتوفيكيشنز بمعنى آخر الجهاز ما يزعجك نهائيا وبتقدر تحدد المدة اللي أنت بدك إياها آه لا الدونات ستير مود او مود عدم الازعاج بالضبط لمتى بدك اياه يضل شغال وبامكانك تطفيه مباشره مثلا تخليه شغال بشكل دائم او تخليه شغال مؤقتا ثاني مود عندنا البايورتي البايورتي شيء بيسمح لك انك تحدد تطبيقات معينه تسمح لها انها تعمل اصوات او تعمل تنبيهات وتزعجك مثل مثلا مثل ما هم بيحكوا آه وتخلي هاي التطبيقات تكون مهمة مثل مثلا الايميل او شغلات تتعلق بشغلك المكالمات اشي معين بامكانك انت تحدد ايش بالضبط التطبيقات اللي انت بدك اياها وبامكانك تخلي هذا الموضوع سكجولد بمعنى اخر تقدر تخليه لحاله مثلا كل ما بين الاحد والخميس في اوقات معينة ما يزعجك او مثلا في العطل انه ما يطلع اي نوتيفيكيشنز لشغلات معينه ويظهر نوتيفيكيشنز ثانيه لشغلات اخرى واخر خيار مثل ما حكينا الاوف اللي هو بطفي نمط عدم الازعاج اللي بخلي كل النوتيفيكيشنز هاي او كل التنبيهات تطلع لك ميزه اخرى بدنا نحكي عنها اللي هي البروفايلز الان اللي ملاحظينه بالزاويه هون انه في عندنا صوره بروفايل هاي الان اعطانا هيك اكثر من بروفايل هذه ميزه كانت موجوده في تابلتس الاندرويد خصوصا نكسس تابلتس والان انتقلت للتليفونات هاي الميزه بتسمح لك انك تضيف اكثر من يوزر لنفس التليفون وكل يوزر بيكون له واجهه مش بس واجهه مستخدم خاصه فيه بيكون في له مساحه مختلفه كليا عن الثاني فمثلا لو بدنا نط او نبدل ليوزر ثاني الان نفس النوتيفيكيشنز ولكن لما ندخل على النظام نفسه راح نلاحظ انه عندنا واجهه المستخدم هي واجهه جديده والتطبيقات اللي نازله على هذا البروفايل مش نفس التطبيقات اللي نازله على البروفايل الثاني، انا لانه الان طول شوي لانه فتحت البروفايل هذا لاول مره، ولكن بشكل عام التطبيقات اللي على هذا البروفايل لي كاني مستخدم جديد كاني اول مره بستخدم التليفون حتى غير الاعدادات لحاله وعلى الاضاءه مثل ما انتبهتوا فهون في عنا يوزر او فهون في عنا يوزر مختلف كليا عن اليوزر اللي حكينا عنه سابقا بمكالمات مختلفه بسجل مكالمات مختلفه بارقام مختلفه حتى بحساب جوجل منفصل كليا عن اليوزر الثاني بالاضافه لانه في شيء كمان اللي هو الجست يوزر اللي هو حساب للضيف بمعنى اخر بامكانك انك تعمل حساب بيكون الحساب مؤقت وخاص فقط للضيف بحيث انه بس يدخل وبس يخلص ويطلع منه بمحي مباشره كل الملفات اللي قام هو بوضعها بامكانك طبعا لازم تكون على اليوزر الرئيسي علشان تقدر تشغله الان هنا في عندنا اد جيست بامكانك تضيف الحساب الخاص بالضيف نوعا ما على الجهاز فمن هون بيعطينا حساب الان بخلص على السريع من كل هاي الشغلات راح يعطينا الان حساب بفعال كليا وحساب مختلف ومنفصل عن كل التليفون الان حتى بيسالني بدك انترنت عليه او لا وبإمكانك حتى تحط له كلمه سر على اساس انه حتى صاحب التليفون نفسه ما يقدر يدخله ولكن صاحب التليفون بيقدر يمحي الحساب بدون اذن الضيف الان مثل ما انتم شايفين كمان مره في عنا هون تغيير في الخيارات كليا بما انه اليوزر بيعاملك كانك تليفون او كانك بتستخدم التليفون لاول مره بشكل جديد نوعا ما الان هذا الحكي كان بالنسبه لليوزرز بس خليني افرجيكم هالشغله بس نيجي بدنا نطلع بامكانك انك تحط ديليت جست فهون لما يخلص المستخدم من استخدام التليفون بامكانك تمحي كل الاكتيفيتيز اللي عملها كل الباسوردز كل شيء خبصه في التليفون او كل الصور اللي صورها وكل شيء عمله في البروفايل تاعه بامكانك تمحيه كليا وهي ميزه كانت جدا جدا مميزه ملاحظه اخيره على موضوع البروفايلز انه بامكانك انك تحد معين من انه يبعث رسائل ويعمل مكالمات الان بدنا نحكي عن شيء اللي هو اللوك سكرين اللي هي النافذه اللي بتكون طالعه لما تكون مغلق التليفون الان انا حاط باسورد على الجهاز ولكن في عندي هون مجموعه نوتيفيكيشنز ظاهره وبامكاني اني ابين تفاصيل اكثر عنها او اني اعمل شيء اللي هو نوعا ما بيختص بخصوصية خصوصيه النوتيفيكيشنز او التنبيهات اللي بتطلع لي فالان انا حطيت خيار انه يخفي نوعا ما محتوى التنبيهات الخاصه في انا شخصيا الشيء اللي ما بدي الناس تشوفه او تشوف محتواه بدون ما يفتح التليفون فلو كنت طافي هاي الخاصيه بكون مظهر لي هون مثلا ايش الفيسبوك ابديت بعطيني اسم الشخص اللي عمل بعث لي مثلا رساله او علق على شيء معين عندي على الفيسبوك ولكن بما اني طفيت او شغلت اعداد الخصوصيه فبما انه التليفون مغلق ما بيظهر ايش اسم الشخص اللي بعتلي او ايش آه بالضبط في تفاصيل الايفنتس اللي معموله لي على الفيسبوك او على تويتر او على حساباتي بشكل عام ان كان على الانستغرام او ايميلات معينه. الان خلينا ننتقل لشيء ثاني اللي هو الريسنت ابس او اخر التطبيقات اللي تم استخدامها، تم التغيير هون من آه طبعا على الجي 3 آه سابقا كان في شيء آه ال جي عملوه خصيصا للجهاز والان تغير صار الاشي الجديد اللي هو نظام الكروت نوعا ما برضو شبيه بموضوع الشدة المصفطة فوق بعض ولكن هون الفكرة بالموضوع انه كل التطبيقات اللي بتفتحها بتكون ظاهرة وما بيروحوا حتى لو عملت ريستارت للتليفون الطريقة الوحيدة اللي بيقدر يروحوا فيها هي أنك يدويا نوعا ما التطبيقات اللي ما بدك إياها بتقدر تشيلها ولكن كل التطبيقات الثانية بتكون ظاهرة بشكل كلي نوعا ما شكلها جدا جدا, جدا جميل بالإضافة أنهم خلوا الجوجل سيرش بار موجود هون فاذا بدك تكتب اي شيء مباشره تدور عليه وطبعا في عندنا الدول ويندو الخاصه بواجهه المستخدم اللي من ال جي مش من نظام الاندرويد اللي بتسمح لك انك تفتح تطبيقين مع بعض خلوها في نفس المكان الان بامكانك انك تمحيهم كلياتهم مره واحده من طريق الكلير اول هون هاي في حاله بدك تمحي كل التطبيقات او كل السجل اللي انتم شايفينه الان امامكم ولكن بشكل عام شكله جدا جدا جميل ونوعا ما انا كنت صراحه حاب اكثر السابق لانه كان عملي ونوعا ما بفيد في من ناحيه تبديل التطبيقات والتغيير ما بين تطبيق وتطبيق بشكل سريع وبشكل جميل ولكن هذا نوعا ما خلينا نشوف الان كيف راح يصير لسه انا ما بستخدم ما الي بستخدم نظام التشغيل اكثر من يومين تقريبا خلينا الان نحكي عن شيء جديد تم اضافه لنظام نظام التشغيل واصبح جزء من نظام الاندرويد 5 وهو موجود على كل اجهزه اللي بتحمل اخر اصدار من نظام تشغيل اندرويد اللي هو شيء اسمه ميرا كاست اللي هو عباره عن نسخ او نقل شاشه التليفون لاي تلفزيون بيكون موجود عندك اما عن طريق الدونجل مثل كروم كاست او عن طريق اي شيء بيكون بشكل عام خاص او موجوده فيه خاصيه الميرورينج اللي هي بتسمح لك انك تظهر شاشه التليفون على او تنقلها بشكل لاسلكي لشاشه التلفزيون بشكل كلي فبتقدر تلعب جيمز بتقدر تستخدم الجهاز كلياته تتصفح انترنت تتابع افلام من شاشه التلفزيون على تليفونك المحتوى اللي بيكون على التليفون بيكون معروض على الشاشه بحيث انه الشاشه كليا بتكون مثل ما هي ظاهره عندك على التلفزيون اثناء استخدامك للتليفون ميزه اخرى تم اضافتها للسيستم اللي هي السمارت لوك وهي الميزه بتسمح لك انك تعين اجهزه معينه ان كان عندك ساعه ذكيه او ان كان عندك سماعه بلوتوث او الواي فاي في البيت مثلا انه يصير جهاز موثوق فيه فالتليفون بشيل اللوك عن الجهاز بمعنى اخر بتقدر تحدد انه مثلا بس اكون شابك التليفون على ساعتي معناته انه التليفون راح يكون معي فما في داعي انه ينحط باسورد على التليفون فمباشره هذا الاشي بيشيل التليفون بس مش بس الحكي على البلوتوث بل بامكانك ايضا عن طريق الان اف سي انك تحط مثلا ان اف سي تاج بالسياره او على داك معين عندك بالشغل فبتصير اول ما تلمس التليفون بالان اف سي اول ما تحط تليفونك على الـ الان اف سي تاج هاي مباشره الباسورد بتروح بس تشيلها بترجع تفصل هاي ميزه جديده ايضا تم اضافتها لاندرويد 5 لوليبوب طبعا في كثير من التحسينات اللي صارت على نظام التشغيل بشكل كبير بحيث انه الان اصبح تعامله مع المعلومات افضل من ناحيه كيف التطبيقات كيف النظام نفسه كيف بدير الرام برضو أصبح فيه فرق نوعا ما بحيث إنه أصبح الآن أفضل وأسرع نوعا ما بالتجاوب بالإضافة لأنه بظهر لك تفاصيل أكثر فالآن بإمكانك تشوف إيش في عندك بالضبط الرام وين موزعة فمثلاً عندي الآن نظام التشغيل نفسه ماخذ واحد جيجا تقريبا من الرام اللي موجودة على الجهاز التطبيقات ماخذة تقريبا كمان واحد جيجا وفي عندي فري واحد جيجا لأنه الجهاز عليه ثلاثة جيجا رام ففي عندي الآن توزيع مفصل أكثر لوين الرامات رايحين بالضبط بالإضافة لأنه بتقدر تأخذ كل تطبيق كم كمية الرام بالضبط ماخذ طبعا هي كانت موجودة بالإصدارات السابقة ولكن الآن تم نوعا ما يعني عملها بشكل عرض أفضل بحيث أنها أصبحت اصبحت الان معروضه بشكل اجمل بالاضافه لانه النظام نفسه اصبح الان بتعامل مع الرامات بشكل افضل بسموها مور افيشنت او شيء يعني آآ ذو آآ اداء اعلى واستجابه اكبر للرام الشيء اللي بحسن من اداء الجهاز ومن اداء التطبيقات ملاحظه اخرى من استخدامي للجهاز ميزه صارت جديد فيه هي انه بعض التطبيقات او اثناء استخدامك للتطبيقات بامكانك الان انك مش بس تستخدم الجهاز بوضع عرضي بل بوضع معكوش كليا 360 درجه فمثل ما انتم شايفين على جهاز صار اسفل الجهاز انقلب كليا والتطبيق عادي ما عنده اي مشكله هذا الموضوع اصبح مدعوم من نظام التشغيل نفسه ال 360 ديجري روتيشن وبصراحه حركه جميله يعني في بعض الاحيان بتكون تضطر انك تشحن تليفونك بشكل معين وبدك تستخدمه حسب طول السلك او حسب كذا ولكن على الهوم سكرين فقط ما بتقدر تقلبها اما باقي التطبيقات فغالبية كلها بتقلب عادي بدون اي مشاكل وملاحظة سريعة ايضا انه موضوع على موضوع رجوعا لموضوع الماتيريال ديزاين انه اللون اللي فوق بتغير حتى مع التطبيق فمثلا الان بكون فاتح تويتر اللون اصبح ازرق يعني مثلا خلينا نشوف تطبيقات نظام عندنا الكالندر مثل ما انتم شايفين اصبحت لون واحد مع اعلى الشاشة وملاحظة على هذا الموضوع آه الان لما توصل البطارية ل 15% اعلى جهاز اسفل الجهاز بيصير لونه برتقالي بحيث انه ينبهك انه شحن الجهاز راح يخلص وما بتروح نهائيا الا لما تطلع البطاريه فوق ال 15% هذا الاشي علشان ينبهك انه تليفونك قرب يخلص شحن ولازم الان تشحنه وهذا الاشي بشكل عام كان استعراض إيش ميزات اندرويد 5، ايش الشغلات الجديده في لوري باب بشكل عام، شو في عندنا ميزات جديده في النظام وشو اختلف هل فرق كبير يعني عن موضوع الاصدارات السابقه مثل الكيت كات ولا لا ايش رايكم بالموضوع؟ احكوا لي شو الشغلات اللي عجبتكم في اندرويد 5 ما تنسوا تكتبوا لنا رايكم بتعليق بالاسفل واعملوا لايك للفيديو اذا عجبكم وما تنسوا تعملوا شير للفيديو كمان وسبسكرايب اذا مش مشترك في القناه كان معك صلاح حامد في امان الله